معنا على الهاتف عميد كلية الشريعة السابق الأستاذ الدكتور محمد طبطبائي، حياك الله شيخنا. أهلا بكم وبالمشاهدين الكرام. شيخنا الكريم، البعض يقول يعني اليوم الحدود مرسومة بين الدول العربية، فأنا شنو قضية داخل سوريا، قضية شأن داخلي، أنا كمسلم بعيد آلاف الكيلومترات بيني وبينهم، نعم. ما الرابط بيني وبينهم أصلا؟ هل هناك علاقة بيني وبينهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا لابد أن نعلم بأن المسلمين هم جسد واحد، وهذه الحدود التي رسمت من سايس بيكو أو غيرها هي حدود وهمية وليست هي حدود إسلامية تقرها الشريعة الإسلامية. نحن جسد واحد، والنصرة واجبة علينا لإخواننا في سوريا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بقوله انصر أخاك ظالما أو مظلوما. إخواننا في سوريا عاشوا معاناة كثيرة وكبيرة من خلال النظام البعثي الذي هو ضد الإسلام ومعارض الإسلام ولا يجوز إبقاؤه، واليوم هم يعانون معاناة أكبر من ذلك باستباحة كل ما تحرمه الشرائع، كل ما تحرمه القوانين. النبي الكريم عليه الصلاة والسلام كان عندما يجهز الجيوش يقول اغزوا بسم الله في سبيل الله، ولا تقتلوا بنيانا ولا تهدموا بنيانا، ولا تقتلوا طفلا ولا امرأة ولا متعبدا في صومعته، ولا تقطعوا شجرة. اليوم نجد احنا تدمير، نجد سحق واستعمال الطائرات وقتل الأطفال والنساء. هذا النظام الظالم الذي لا يجوز الوقوف معه بأي حال من الأحوال. أقل ما يقدم أن الإنسان يقدم المال، يقدم الدعم، ونحن علينا مسؤولية. نحن في مؤتمر علماء الشريعة في الكويت، عندنا اجتماع سيكون قريبا إن شاء الله، ومحدثكم بصفتي رئيسا لهذا المؤتمر سيكون محوره في كيفية التوجيه، لأن يكون هناك توجيه من العلماء لهم بإقامة دولة إسلامية. نحن ضد نظام البعث القائم، ولسنا مع بقائه، ومع الدعم بأي صورة من الصور لإخواننا في سوريا، ولكن لابد أن يتوج بتوجيه من العلماء بوجوب تطبيق الشريعة الإسلامية، وذلك حتى يكون البديل بديل شرعي، وأن تكون الراية راية شرعية لإقامة شرع الله سبحانه وتعالى. الله يعطيك الصحة والعافية شيخنا. أقل ما يقدم هو الدعم المادي لإخواننا في سوريا. الله يعطيك الصحة والعافية شيخنا، يوفقكم لهذه الجهود المباركة. الحديث معك ممتع لكن تعذرنا شيخنا لضيق الوقت.